السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى نلقاكم في أحسن الأحوال وصحة جيدة يا ربي. اليوم غنقدم لكم الطريقة ديال القديد، كيجي زوين، الطريقة المغربية الأصيلة. كنحتاجو فيها هاد كنحتاجو لهاد القديد، عندنا القزبر شي جوج معالق وتلت تلاتة المعالق كبار، عندنا شوية ديال السكينجبير، شوية ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، مع جوج معالق ديال الكمون، نص كاس ديال الماء، معلقه ديال الخل، ونص كاس ديال الزيت البلديه، والملح غنديرو شي 5 المعالق حتى 6 المعالق، غنزيدو شويه ديال الملح في هاد القديد كيبغي شويه الملح. كنحتاجو اللحم يا اما من البلاصه اللي كتكون ديال الضلوع، اولا البلاصه ديك اللي كتكونوا ديال الجناب ديال تحت من الضلعه. كنشدوه كنقطعو قطيعات رقاق رقاق مزيان باش تدخل لنا ليه الملح والإقامة مزيان كامل. نحاولو ندبحوه مزيان بحال هكا، نحاولو نرققوه مزيان، وهاد العظيمات بحال هكا نحاولو ندقوهم باش تدخل لنا فيهم الملحة. هاد العظيمات كندقوهم بحال هكا باش تدخل لنا فيهم الملحة، كلو كنديرو ليه بحال هكا رقيق مزيان بحال هكا. انا فات مني وجدتو قبيله، كنرققوه مزيان بحال هكا، ما كنخلوش اللحم ديالو يكون غليظ باش تدخل لينا ليه الاقامه وما يخسرش لينا. من بعد ندوز معكم المقادير. كناخذوا الملح، ناخذ الملح، هذا الملح هي اللي كتبنوا لينا كيجينا مزيان، وملي كنبغوا نطيبوه كنرقدوه في الليل وما كتبقاش هي هذه الملحه. كناخذوا الملح كنزيدوا عليها البزار، كنزيدوا الخرقوم، وكنزيدوا القزبر كيكون بزايد، حيت القزبر هو اللي كينكهو لينا مزيان. القزبر كنزيدو بزايد، كنزيدو سكينجبير شي معلقة ديال سكينجبير، كنزيدو جوج معالق ديال الكمون، كنزيدو نص كاس ديال الماء، كنزيدو شي معلقة ديال الخل، معلقة صغيرة ديال الخل، كنزيدو شوية الزيت البلدية تقريبا شي نص كاس. هاد الزيت البلدية كنديروها باش ما يتحطش لينا عليه الناموس أو الدبان، دابا لا شم ريحة ديال زيت العود كيهرب لينا داك الناموس والدبان. نحركو مزيان ونجيبو القديد ديالنا، وكنحاولو نرقدوه مزيان، نحاولو ندخلو ليه هاد الإقامة قد ما دخلت ليه قد ما مزيان، كندخلوها بحال هكا نحاولو بحال غنفركوه. كنفركوه مزيان تدخل لينا الإقامة مزيان، قد ما دخلت ليه الإقامة قد ما مزيان. وهاد القديد راه كانوا كيديروه الناس زمان، ما كانوش الثلاجات ما كانوا والو، وكيديروه كيجي بنين كيجي لذيذ بزاف، وهو صحي بالنسبه للهوايا كيكون زوين على حساب الثلاجه، اللي اللحم اللي كيكون في الثلاجه ما كيكونش هذاك صحي بحال هذا بحال هاد القديد. وكنستمروا على هاد الطريقه حتى كندخل كل شيء هاد الاقامه في هاد القديد، وكنرجعو معاكم ان شاء الله ملي بغينا نشرو. كنبيتوه ليله كامله، كنخلوه يرقد ليله كامله الغد الاخر اللي فاش كنشروه. هذا هو القديد ديالنا بعد ما بيتناه مرقد في الاقامه، كنجيبوه كنشروه في الشمشه
لمده اسبوع الا كانت الشمس حاره كنخلوه شي سيمانه حتى كينشف لينا مزيان، خاصو يكون المهم ينشف مزيان، ومن ينشف نحيدوه ونديروه في بلاستيكات ونديروه في المجمد، وقت ما بغيناه كنهزوه وبالصحه والراحه.